السلام عليكم. حكينا في الحلقة الماضية عن نظام التوازن في الدماغ، وعرفنا علاش نحسوا بهذاك الألم بعد نشوة الإدمان، واختمناها بسؤال مهم هو لماذا لا ندمن إلا على الحاجات الضارة ولا المحرمة، وهذا اللي راح نجاوبك عليه اليوم واللي راح تكون عنده دور كبير في عملية التعافي. اولا خلينا نفرقوا ما بين زوج حوايج، ما بين البيري بيرسونيل والاكسترا بيرسونيل، المساحة الشخصية والمساحة الإضافية. المساحة الشخصية هي المساحة اللي تحت يدك، الأشياء اللي أنت أصلاً تمتلكها وتستهلكها لدرجة بطلت تحس أنها موجودة، بيت يؤويك، أسرة تروح ليها، صحة وعافية، وهذه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وممكن نزيدوا لها اليوم النعم اللي بطلنا نعتبروها كنعم، مثلا السيارة ولا الموطو، الكهرباء، التليفون وغيرها من الأشياء اللي أنت تمتلكها هنا والآن. المساحة الإضافية هي كل حاجة بعيدة عليك تحتاج جهد أنك توصل لها، والتواصل معها يكون دائما في المستقبل لأنها ليست هنا. مثلا أنك تجبد تقرأ كتاب، أنك مثلا تبدأ مشروعك الجديد، أنك تتزوج، تسافر. عقلك يتعامل مع البيري بيرسونيل بحفنة من المواد الكيميائية مختلفة عن الإكسترا بيرسونيل. اتفقنا انه الاكسترا هي الاشياء المستقبليه المش متوقعه، شكون اللي يفرز؟ الدوبامين. يعني لو ما جاتش عندك الدوبامين انت مش راح تفكر انك تطور من روحك وتخدم وتدير انجازات، هو اللي يعطيك هذاك الحافز ولا الرغبه باه تبدا، وممكن هو السبب كما قلنا اللي خلى الحياه ما تنقرضش على هذا الكوكب. كان اليه بقاء باه نتعايشوا، يعطيك الطاقه النشاط باه تروح تصيد وكذا، ولكن هذاك الوقت كان عصر الندره، ما فيش متع كبيره ولا حتى السكر في هذاك الوقت كان شيء نادر جدا، قليل اللي عنده. اما اليوم في عصر الوفره كل شيء عاد قدامك مملوء بالمتعه بالدوبامين، اصبح نظام الدوبامين يعمل ضدنا ويخليك معرض لشتى انواع الادمان في كل لحظه. لهذا زماننا اليوم زمان صعيب جدا، الناس اللي تحير مثلا تقول لك انتم عندكم الانترنت والامكانيات كامل باه تقرا وديروا انجازات وكذا، اللي كون جات عندنا احنا من قبل عند اجدادنا كنا احنا نقراو زعما على شمعه وبيرو ونسافر وطلب العلم راه درنا انجازات كبيره خلاص، وينساو انه هذه الحاجه هي صح نعمه لكنها عندها جانب المظلم تاعها، انه العصر تاعهم كانت نعمه انه ما فيش ملهيات ومتع كيما الان اللي تخلي من الصعب انه الواحد يقاومها. هذا الدوبامين وفهمناه، احكي لي على الحوايج اللي عندنا بري بيرسونيل، هذيك تفرز كاش هرمونات ولا باسكو ني فريمون حاسب والو كي نديرها؟ المساحة الشخصية تفرز عندك هرمونات الاس اي او اي اللي هي هرمونات السعادة والرضا، زي مثلا السيروتونين، الاندوكانابينويد، الاوكسيتوسين، الاندروفين. هذه هرمونات الرضا ولا السعادة اللي تفرز لما تمارس الرياضة، لما تاكل أكلة صحية مليحة، لما تقعد في جلسة مثلا عائلية، لما تقرب ربي سبحانه، لما تكون هك في جلسة مع أصحابك ولا واحد مع زوجته تشعر بدفء التعاطف. لما نظام الدوبامين يتخرب وتدخل في الإدمان تعود هذه النشاطات اللي تفرز الأوكسيتوسين وهرمونات الرضا لا تشبعك، ما تشعرش بالرضا لأنك خلاص تعودت على جرعات عالية من الدوبامين والمتعة. الدوبامين لا يشعرك بالرضا عن حياتك، هو مش دوره، دوره فقط أنه يعطيك الشغف والرغبة في تحسين مستقبلك، لكن لما تلحق للهدف تاعك هو خلاص راح يختفي وأنت بعد مدة راح تعتاد وتصمت لك. أول مرة جربنا كامل لما تشري سيارة ولا هاتف في الأول تكون فرحان به خلاص وخايف خلاص عليه أنه يطيح ولا كش ما يصرى له، بعد مدة تبدأ تعتاد وحتى لو طاح لك ما يطيحش قلبك معه، وتبدأ تشوف دايما في المساحة الإضافية، في آيفون 14 جديد خرج، فيه سيارة جديدة، تبدأ تحتقر وش عندك اللي داخل عندك هذاك في المساحة الشخصية بحثا عن جرعة أخرى من الدوبامين، فتزيد تشتري أكثر ولا تحوس على نجاح أكبر وهكذا. وهذه الأشياء هي مش سيئة، بالعكس أنت أحلم وحاول تحسن من وضعك وأطلق النار في مسارات الدوبامين تاعك باه توصل لأهدافك، لكن لما تلحق هنا لازم تسويتشي الهير اند ناو هرمونز اللي هي هرمونات الرضا للأوكسيتوسين، لأنه الدوبامين هو زي السيارة اللي ما فيهاش فرامل، أنت تقعد دايما داعس على البنزين بدون توقف. ممكن تسبق الناس كامل لكنك ما تستمتعش بالرحلة، الناس كامل تبارك لك وده ولكن أنت مش مستمتع بنجاحك، تبحث دايما على المزيد، وهذا اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. انت ممكن ما تنتبهش انه فيه خسائر وراك، فيه انت عائله مهملها، فيها صحتك، علاقاتك لما تجي تفيق تلقاهم كامل راحوا، وهذا اللي كان لازم يعمله رائد الفضاء اللي حكينا عليه في الحلقه الماضيه لما رجع الى الارض بعد ما لحق للقمر، انه يسويتش للاوكسيتوسين، انه يشارك مثلا نجاحه مع عائلته مع اصحابه، يقوي علاقته بهم لانه من اكبر مصادر السعاده هي العلاقات، انه يجرب متعه العطاء، يساعد الناس بيحقوا انجاز مماثل، يقرب ربي سبحانه ويذوق لذه الطاعه اللي قال عليها احد الصالحين: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من السكينه لقاتلونا عليها بالسيوف. وهذا الانتقال
من الدوبامين الى الاوكسيتوسين من اصعب الاشياء اللي لازم تعملها وممكن هو بقدر صعوبه نجاحك. مثلا في الزواج الناس اللي ينجحوا انهم يتقبلوا فكره الانتقال من الحب مرحلة الهيام الهرموني هذاك لمدته من 12 ل 18 شهر إلى المودة والرحمة راح ينجح زواجه. لهذا يقول لك مهارات إيجاد الحب مختلفة عن مهارات الحفاظ عليه. اللي ما يعرفش يسويتشي في الوقت المناسب يبقى دائما شايف البرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس، لأنه ممكن واحد عنده كلش لكنه دائما شايف الإكسترا بيرسونال للمساحة الإضافية، والدوبامين يقول لك هل من مزيد. صح، بس ما قلتي ليش علاش من حوايج حلال شبان عصلات الصيام باغ اكزومبل نحب نصوم اثنين وخميس هكا ولا ما ندمنش على هالحوايج هذيا؟ كاين ثلاث اسباب، اول وحده دينيه وثانيه نفسيه والاخرى فيزيولوجيه. السبب الديني هو انه حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره، الدنيا امتحان لنا كامل باه ندخلوا الجنه اللي فيها لذه بدون الم. السبب الفيزيولوجي هو انه هذا المتع الحلال ولا الاشياء المفيده لما يفرز الدوبامين بكميه عاديه راح تعطيك نشوه ولكنها مختلفه عن الادمان، لانه الجسم ما هو محتاج يرجع للتوازن بانه يحط لك كما قلنا الالم مساوي للجهه تاع المتعه هذيك حتى يرجع للتوازن. لكن في هذه الاشياء العادات المليحه هو مش محتاج انه يحط الكميه هذيك الكبيره من الالم، لانه فيه فرامل طبيعيه للدوبامين تفرز وهي هرمونات السعاده والرضا تخلي اللذه هذيك ممزوجه بالرضا. فهذيك الكميه القليله راح تكفيك وما تخليكش توصل للادمان وتخليك تحس انك بعدها افضل. نفس الشيء مثلا في الرياضه اللي تفرز عندك هرمون السيروتونين وغيره من الهرمونات يداوي عندك الامل الالم اللي يحدث من التمزقات العضليه هذيك فتحس نفسك افضل. ثاني في علاقتك مع اصحابك راح تستمتعوا وبعدها تحس انه علاقتكم اصبحت اقوى. حتى الاكل تاع الدار لما الوالده تاعك تتعب وتحط فيه نفسها وتتلموا كامل على الماكله هذيك وتستمتعوا بالاكل تشعر بالرضا والدفء العائلي بالاضافه الى المتعه هذيك فتخليك ما تدمنش هذا الاكل. كل هذا حتى لا تدمن. لهذا يقول لك الحلال اجمل وافضل للي يجربوا. السبب النفسي انه حتى ما تستخسر هذا المتع انك تبذل فيها جهد، لانه الادمان في العاده سلس، انت ما تحتاج جهد، انت تجبد تليفون تكونيكتي ولا تتفرج على حاجه ماشي مليحه ولا تلعب ولا تجبد قار ولا مخدر ولا تشتري اكل جاهز، انت ما تتعب. لكن لما تروح انت تشتري مكونات ماكله وتتعب بها تطبخها راح تستمتع بها اكثر. لما تحب مثلا تحصل على شريك حياه مليح ومشاعر حب وكذا انت محتاج تتحمل المسؤوليه باه تحصل عليها، كاين حاجه مقابل حاجه ما تجيكش بدون مقابل، لكن لو ديتها في الحرام راح تسترخصها. فبعد كل هذا ما علينا نقوله غير سبحان الله، لكل حاجه حرمها علينا هي فيها الخير. وربي سبحانه في القران يقول الذين يتبعون الرسول الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم. في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نحكيه على بدائل الإدمان وهل الإدمان فعلا عنده بدائل ولا لا. صح فطوركم، السلام عليكم.